همومهم اللي بقلبي توطى حزن كتاب صفحات أمسى من الغم حال اليتيم اللي همومه تحدى وجرح الكلام اللي بده تتكلم رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير من العناء كم من وكم بعيونهم بنبا وماضي خطايا بعيونهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، نحييكم عبر قناة عدن الفضائية وعبر برنامج وسارعوا على الهواء مباشرة خلال ساعة كاملة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، ما أجمل أن يكون هذا اللقاء هو لقاء مفعم، لقاء مفعم بالعطاء بالرحمة، فيه يحسن من يريد أن يحسن لهؤلاء الأيتام ويغرس في داخلهم الحب والرحمة والعطاء. هذا الغرس أو هذه البذرة التي ربما سيراها من يغرسها في داخل الأيتام وفي حياتهم وفي معيشتهم ستطلع يوما ما ثمرا طيبا وزرعا أيضا وزهرا رائع، وسينال أجره عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، في بداية اللقاء نذكر مشاهدينا أينما كانوا أنهم بإمكانهم التواصل معنا وبإمكانهم أن يتبادلوا معنا كل ما ينفع هؤلاء الأيتام والأسر الفقراء وهذا الفقير الذي يشعر عند قدوم رمضان بعجز شديد في توفير نفقات هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، مما يجعل هؤلاء الفقراء وهؤلاء الأيتام في هم وفي حزن وفي غم. لكن سبحان الله، رحمة الله سبحانه وتعالى لن تنساهم، فالله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الفقراء وجعل لهؤلاء الأيتام، يعني جعل حق على كل غني أن وكل من هو مقتدر أن يتفقد هؤلاء الأيتام ويتفقد هؤلاء الفقراء ولو باليسير حتى لا يفقدوا فرحة هذا الشهر الكريم. رمضان شهر التراحم، شهر المحبة، وشهر لتعزيز التراحم والعطاء بين المسلمين، وهو بالنسبة للفقراء وللأيتام موسم الجود الذي يفيض عليهم مما أعطى الله الأغنياء والمقتدرين من أبواب الرزق الواسع والنعم الكثيرة ليساعدوا بها هؤلاء. مشاهدين الكرام، هذه بعض الكلمات التي ربما رائعة لأن تقال على الهواء مباشرة لتحرك فينا فيض المشاعر وفيض الإحساس وفيض التعاون فيما بيننا وعلى كل مقتدر الذي ربنا سخر له الرزق وسخر له الغنى أن يعطي ولو القليل لهؤلاء الفقراء ولهؤلاء الأيتام ولهؤلاء المحتاجين. مشاهدينا الكرام، اليوم وضع أسري وأم وأيتامها، أم وأيتامها الذين يعانون معاناة من وضع المعيشة، من غلاء، من كثير من الأمور، بعد هذا الفاصل. لكن صدى يما صوتي تلاثم، أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم، وينك يبا ما عدتنا الهم أقوى، يبا يا ليت لقلبي يفهم، تدري بهذا الحال والحال ما قسى، ما بين حزن في عروقي مع الدم، أبي وأخوي اللي من الناس أهوى، وأبي بعد خالي وأبي لي بعد
لذا مشاهدينا الكرام نقول لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرزق والكثير من المال أن يفيض وأن يعطي لهؤلاء الفقراء الذين ينتظرون عطفكم في هذا الشهر الكريم. هم بحاجة إليكم في هذا الشهر الفضيل، وسبحان الله في هذا الشهر وفي شهر رمضان الصدقة يضاعفها الله عز وجل إلى 70 ضعفا، والله يضاعف لمن يشاء، والصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى كما يطفئ الماء النار. مشاهدينا الكرام اليوم سنشاهد أيضا هذا الوضع لهذه الأسرة، وكما قلنا هناك كثير من الأسر التي تشابه حال هذه الأسرة، والتي قد تكون حالها أسوأ من حال هذه الأسرة، والذي يكون وضعها أيضا أسوأ من هذه الأسرة. نتابع وضع الأسرة اليوم التي تتحدث فيها الأم وبكل حزن عن حالها وحال أيتامها. الجرح ويقول لا سم سود الهموم اللي بقلبي توطى حزن كتاب صفحات أمسى من الغم حال اليتيم اللي همومه تحدى وجرح الكلام اللي يبدأ تتكلم رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخي المشاهد، ليكن اليتيم ولدك الصالح وصدقتك الجارية وعلمك النافع. أحبتي الكرام، من منطقة الحسيني في محافظة لحج سوف نلتقي بأسرة المرحوم ميعاد أحمد. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في منزل أسرة المرحوم ميعاد أحمد. معنا هنا زوجته مع أولادها. أم صابر، كم لك صابرة على الوضع المعيشي من بعد المرحوم؟ 4 سنين لنا. احنا جالسين هنا في بيت جدهم، ويعني هو بلا راتب والحال المادية كل تعب، كل الجهال يشتو وماش حاجة يعني بنوفر لهم اياها. في فرق لما كان موجود ولما توفى، يعني الحمل ان اصبح عليك اكيد، يعني ما كان ابو ما عدا حي يعني يعطيهم ويجيب لهم، بس بعد ما مات ابوه خلاص حد عنديهم. كان عادة قدهم ديهم، بس لكن ماما قدهم ديد ولا التشي، يعني دلحين من حب الأقب يعطيهم نشتري لهم نأكلهم نشربهم ماشي وضع الله. من يعول لكم بعد المرحوم؟ أبوي جدهم. وما زال؟ أيوة، يعني نأكل نشرب من راتبه. من راتب جدهم؟ أيوة. أبوهم عنده راتب؟ لا مش معه، ما نستعد لكن معه مش كودنا هنا جالسين. هم يدرسوا الأولاد؟ أيوة يدرسوا، هذا خامس صابر الكبير، وده رابع تاني أحمد، وهذا صف تاني صالح. من يعولكم بعد المرحوم؟ يعني راتب جدهم اللي مات، يعني وفرنا أكلنا وشربنا وعلاقهم الحمد لله. الراتب الوالدي كم يكفي؟ يعني هل هو لأولادي فقط ولا كمان في شركاء فيه؟ أتباطم وين واختي. يعني تقاطم الراتب؟ مش نتقاطم، يعني مش نفرغه، بس قضاء نجيبه ونشتري سبب ونشتري نوفر حاجة، يعني حاجة خضرة صيد حاجة علاج نقسمه. يعني ما يكفيش احتياجاتكم كاملة، احتياجات الأيتام؟ هو كامل كامل مش يغطي، بس الحمد لله على كل شيء الحمد لله. بالنسبة للسكن كيف تشوفوا ان السكن مناسب في احتياجات داخل المنزل تنقصكم؟
أكيد في حاجات تنغصنا كثير بالبيت. مثل إيش هذه الحاجات؟ تكلمي عنها. في الشوفة، في مراوح، ولا في غسالات، ولا في بيت يعني ندور كسر، بس يعني في فرشان، في كل شيء معانا. هذه حاجات تنغص الواحد. لاحظت في الأجزاء من البيت أشراخ، شروخ. أيوة. إيش سبب هذه؟ مع الحرب الشراخ البيت تكسر شعر. طيب هل هذه مضرة ولا عادية جدا؟ مش حاجة عادية، أكيد مضرة، لكن إن شاء الله إن الله كريم أنصرها. وكيف عايشين يعني؟ الوضع طبيعي عندكم ولا في خوف وقلق على إنه ينهدم أو؟ عادي. ليش بعمل خوف وقلق بعدين شعب الجلد داخل البيت ونبروه؟ أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم، وينك يبا ما عدتنا الهم أقوى، يبا يبا يا ليت لقلبي يفهم، تدري بهذا الحال والحال ما قسى، ما بين حزن في عروقي مع الدم، أبي وأخوي اللي من الناس هو. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تابعنا وضع هذه الأسرة، وهذه الأسرة واحدة من الأسر التي نزل إليها طاقم البرنامج وطاقم مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، والتي تفقدت حالها، وكما سبق لها أن تفقدت حالها في الأيام أو فترات مضت. مشاهدينا الكرام، الأم تتحدث ومعها أولاد، ثلاثة أولاد، وتتحدث بأن المعيل الذي كان يعيل هذه الأسرة توفي، وهذا المعيل نفسه هو ما في عنده راتب، لا يوجد لديه راتب، فما بالكم اليوم لا معيل ولا راتب ولا أحد يصرف عليهم، وأيضا الآن هم معتمدون على راتب جدهم الذي مات، وهذا الراتب أو المعاش حق الجد ربما يتقسم أيضا لعدد من الأطراف ويصل إلى هؤلاء الأيتام القليل. وضع هذه الأسرة مشابه وليس مختلف عن وضع كثير من الأسر. هناك أيضا الأسر التي تابعناها في بداية الحلقات الأولى من هذا البرنامج، والتي كان أيضا حالها أصعب، ويعني بتتحدث أيضا عن أنه البيت بيؤويهم، هذا البيت بيؤويهم، ولكن ينقص الكثير من مستلزمات أي بيت واحتياجات، وأيضا هذا البيت الذي يسكن فيه هؤلاء الأيتام وأسرة كبيرة، وليس فقط هذه الأسرة، أسرة كبيرة يعني عائلة، وهذه الأم تعيش هي وأيتامها عند أهلها، تضرر من هذا الحرب، ويعني وهم جالسين على رحمة الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا نتابع الجزء الآخر وما تبقى من هذه الأسرة لهذه الأسرة، وبعدها نواصل الحديث. ابعد من الحزن والهار، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، سود الهموم اللي بقلبي توقع، حزن كتاب صفحات أمسى من الغم، حال اليتيم اللي هموم تحدى، وجرح الكلام اللي بدأ تتكلم، رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير من العناء. أم صابر، هذا البيت اللي انتم عايشين فيه هو ملك مين؟ هذا ملك أبوي، يعني وريت الأخواني ومي أخت كمان، يعني ثلاثة عيال وأخت وأمي
ودون الجهاز مش معاهم يعني مش لهم حاجة فيه بدل البيت. الأيتام ما عندهمش بيت؟ لا. أنتوا جالسينها في هذا البيت مؤقتا؟ أيوة احنا كمضيوف بس مواجيد هنا. كل هذا وأكثر، فالبيت بدون صيانة، ويكاد الطين المبني به أن يسقط على ساكنيه. ومن حق هؤلاء الأيتام الذين تحوطهم مؤسسة الشوكاني بشيء من الرعاية أن ينعموا ببيت مستقل يجعل من طفولتهم قاعدة انطلاق لبناء مستقبلهم ووطنهم. بالنسبة للأيتام من يكفلهم؟ يكفلهم مؤسسة الشوكاني اللي هي يعني غدا هي بس اللي بتكفل الأيتام دونا. بالنسبة لرمضان أخذتوا أغراض رمضان واستعدتوا لرمضان؟ لا والله ولا شيء ماشي على ما فيش فلوس ولا اشترنا حتى حاجة. خلاص من اليوم إن شاء الله بتشتروا. مؤسسة الشوكاني قدمت لكم 100,000 ريال يمني بمناسبة قدوم رمضان الكريم، إلى جانب سلة غذائية مكونة من دقيق وسكر ورز. وبالنسبة للبيت هناك مشروع قدمته مؤسسة الشوكاني للأيتام. إن شاء الله. للأيتام. مشكورين وجزاكم الله ألف خير إن شاء الله. ربي يعني إن شاء الله. تعيش هذه الأسرة المكونة من أم وثلاثة أبناء ذكور هنا في هذا البيت الذي تعود ملكيته لوالد زوجة المرحوم ميعاد أحمد، كما تعتاش أيضا على راتب ذلك الجد. وتقول الزوجة إنها ليست الوارث الوحيد لراتب أبيها ولا لبيته. ويقول واقع الحال إن تكافل الأهالي مهما بلغ إلا أن هذا الدور يجب أن تدعمه وتسانده جهود مجتمعية للحفاظ على هذه الروح. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. وضع هذه الأم تصابر نفسها و يعني لأجل أولادها، تكون قوية لأجل أولادها، ولكن تقبل أو تتمنى أن تسمعها القلوب الرحيمة والقلوب القادرة على أن تعطي وتقدم لأبنائها ولو لأبنائها القليل. يعني هي وأطفالها يعني يعيشون في بيت أبوها، وهذا البيت ربما بطريقة بنائه من الطين أو من مواد ربما ليس قوي بهذا الشكل، وتضرر نتيجة لآثار الحرب وسلبياته. مشاهدينا الكرام، أم صابر وهي زوجة المرحوم ميعاد أحمد التي تعيش في لحق في منطقة الحسيني، يعني من أثناء حديثها كانت مبتسمة ومرتاحة، ولكن هكذا هم يعني طبيعة أهل لحج ونساء لحج الصابرات الذين يصبرن على الكثير والكثير، فما بالك معها ثلاثة أولاد ما شاء الله. يعني نعم، فنتمنى لها الصحة ولأولادها أيضا ولجميع الأسر الفقيرة المحتاجة أن يسرهم الله، و
يسخر لهم أهل الخير والفاعلين الذين سينالون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الآن معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الرحمن محمد السماوي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. مساء الخير فضيلة الشيخ. النور العالية. يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث معكم عن أهمية التكافل أو تكافل الإنسان الناس والتراحم، وأهمية رعاية الأيتام من المنظور الديني، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. أولا أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا شهر خير وبركة إن شاء الله. وأيضا تحية إلى تلك الأرملة الأمة الأيتام التي تكون على تشرف على أولادها بعد موت أبيهم. ولقد ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أول من يفتح باب الجنة إلى أن تأتي امرأة تبادلني فأقول لها ما لك ومن أنت، فتقول أنا امرأة قعدت على أيتام لي. نعم، إنها الأمة التي قعدت على أيتام الراعية لهم وترعاهم وتعولهم، ولقد جعلها الإسلام مكانه وقدره. أي أما مسألة أنه كيف أن الإسلام جعل في مسألة أنه في يبادل في فعل الخير ورعاية الأرامل وكذلك الأيتام والمساكين، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فقال أنا وكافل اليتيم هاتني في الجنة. وقبل ذلك قال أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمسارعة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. نعم. ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم. الإنسان أنه إذا تأمل في هذه النصوص التي جاءت من الشرع تحثنا على أن ننتبه في هذه الحالات الأيتام والأرامل والمساكين، فإن أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم جئت فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول جاء عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لو جاء ذلك عندي. عريت ولم تكسني، فيقول كيف وأنت رب العالمين، فيقول عبدي فلان طلب منك فلم تعطيه، فيقول لو أعطيته ذلك عندي. والمتأمل لقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله، نحن لما أن نعطي صدقاتنا ونعطي أموالنا نحن نقرض الله لذلك المسكين والضعيف، فيضعف الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وهذه أيضا تفريج كربة، تفريج كربة. وقد وضح لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا جلّ عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. نعم، تفريج للكربة فضيلة الشيخ. وأيضا زيادة في الرزق وسعادة في الحياة. يعني فضيلة الشيخ عبد الرحمن، اليوم ونحن في وضع مثل ما يعيشه وضع اليمن، وأيضا كثير من نصف شعوب العالم العربي تعيش أوضاع وازداد الأيتام بشكل كبير، الدور الكبير الذي يعول عليه الرجال الفاعلية الخير وأيضا المؤسسات والجهات والجمعيات، ومؤسسة شوكاني واحدة من هذه المؤسسات ربما التي كفلت الكثير من الأيتام، ما الدور الذي يعول على مؤسسات أيضا أخرى؟ فعلا مثلما ذكرت بارك الله فيك أن الوضع قد تفاقم خاصة مع الوضع الراهن مع الحروب، والحروب لا تدبر لا تأتي إلا بكثرة اليتمي وكثرة الفقر وغير ذلك. نسأل الله الأمن والأمان وأن يخرجنا من وضعنا الحالي. ودور المؤسسات ودور الجمعية الخيرية وكذلك رجال الأعمال والمعول عليهم دور كبير. وبما أنك تطرقت لبعض المؤسسات على رأس مؤسسة الشوكاني الخيرية لرعاية الأيتام والتي رأسها الشيخ الفاضل علي بن عبد الله التبياني حفظه الله،
لها دور بارز وكبير ولله الحمد منذ سنوات وهي في هذا المجال الإغاثي ومجال رعاية الأيتام. وصلت قبل أن يصل الناس إلى في مثل هذه الأمور في كفالة الأيتام وفي تفقد أحوالهم وكذلك تفقد الأسر المتعففة والمحتاجة. وإننا ندعو المؤسسة الأخرى والجمعيات أن تحذو نفس هذا نفس ما احتذفت أو هذه المؤسسة مؤسسة الشوكاني، فإن المسؤولية كبيرة على عاتقهم وإنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. بما أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل لهم هذه المهمة فهذا شرف لهم. نعم شرف لهم أنهم يتفقدون الأرامل والأيتام والمساكين، له يعود لهم بالخير. أما أولئك رجال الأعمال ومن لهم بسطة في الرزق فنقول لهم أنتم لما أن تقدموا شيئا لهذه الأسر المنكوبة والأيتام والأرامل التي ليس لها عائل بعد الله سبحانه وتعالى إلا رجال الخير من أمثالكم، نقول لكم هذا الخير هو لكم وفي ميزان حسناتكم. جاء في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. إذن هي الصدقة، فإن الإنسان لما أن يعطي هذا الفقير أو يعطي هذا المسكين أو يرعاه صحيح ينال الخير في الدنيا والآخرة، وما ينتظر عند الله سبحانه وتعالى من الخير فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه في ذلك اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذا هو النتيجة والثمرة. نقول لهم سترون ثمار صنيعكم وخيركم هناك يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء في ظل صدقته يوم القيامة. نعم. عند أن تدني الشمس يوم القيامة مقدار ميل فيلجم الناس العرق إلجاما إلا المتصدق فإنه في ظل صدقته لا تناله الشمس ولا يناله الحر بل يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالواجب عليهم كثير رجال الخير وكذلك رجال الأعمال ومن له بساطة في الرزق وكذلك الجمعية المؤسسات. ونقول تفقدوا وانظروا المحتاجين فإنهم والله كثر وكل يوم يزداد الأرقام مهولة. نعم نسأل الله العافية والسلامة. نعم نسأل الله العافية والسلامة. نشكركم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السماوي إمام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف صحة وعافية. إلى اللقاء. مشاهدين الكرام، فعلا الصدقة في رمضان يضاعفها الله عز وجل إلى 70 ضعفا والله يضاعف لمن يشاء، والصدقة تطفئ غضب الله تعالى كما يطفئ الماء النار. وفعلا كما قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن هذه الكلمات المليئة بالرحمة مليئة بالتعاون بالتراحم بين الإنسان وخصوصا لما يمر به اليوم العالم العربي ولما يمر به اليوم بلادنا التي تعاني الكثير من الآلام والأحزان والويلات في كل المجالات، كان في نقص الغذاء، كان لا يتوفر لها سكن، هناك أمور كثيرة فعلا يعاني منها نتيجة لآثار الحرب التي ما زالت الآثار باقية وخلفت الكثير والكثير من المآسي والسلبيات الخاطئة والدمار. ولكن الله سبحانه وتعالى سبحان الله يخلف برحمته على الناس وعلى البشر حتى يخفف من معاناتهم، ويبقى أيضا أنت بيدك أن تخفف من معاناة هؤلاء الأسر والأيتام لما أنعم الله عليك من نعم كثيرة من رزق. ربنا أعطاك هذه النعمة حتى تعطي منها وحتى تنال أيضا الأجر إلى جانب الأجر السعادة والمغفرة الذنوب والكثير من الأمور التي بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، نفتح الآن باب التواصل مع مشاهدين أينما كانوا لمن يتابع هذا البرنامج. معنا الآن من يافع أبو علي. السلام عليكم. هلا وسهلا وعليكم السلام.
اهلا يا ابو علي. حياكم الله. والله برنامج جمالي ممتاز، هو متابع البرنامج من بداية رمضان، وبرنامج ممتاز حول موضوع الإسامة. نعم، وهدفنا في هذا البرنامج أبو علي أن لا نريد المدح فقط من الناس، نريد أن نحقق هدف عبر الهواء مباشرة لأن نوصل الخير وأن نكون جزء من هذا إيصال هذا الخير لهؤلاء الناس الفقراء والأيتام. نعم أنا أتصدق عليكم بداية رمضان وأسلم لكم على في حالتين أنا رياض وما في شيء قد. نعم. من متى تواصلت في ثاني رمضان أو متى؟ يمكن ثاني رمضان ثلاثة رمضان. إن شاء الله خير يا أبو علي، وبيكون في رد، والرقم هاتفك بالكنترول بيتواصلوا معك، لكن أنت تعرف أمور الوقت، أمور شبكات الاتصال، أمور المسافات أيضا البعيدة، قد لا يتوفر هناك مثلا فرع أو ما إلى ذلك، ولكن بيتواصل معك من الكنترول بيوضح لك كل الأمور هذه. شكرا لك أبو علي، كنت معنا من يافع. فعلا قلنا غير الأسر، غير الناس اللي عرضت في هذه الحلقات، هناك أسر وهناك ناس بتحتاج إلى مساعدة، وكثير أيضا والله تواصلوا معنا ناس يعني فعلا في وضعهم متعب جدا، وسنبحث عن الوقت المناسب لتحدث عن هذا الموضوع وعرض بعض الحالات التي طلبت هذه المساعدة والمساندة، علنا نلقى الأجر والثواب من هذا الشيء. وفعلا الكثير من الأسر وكثير من الناس وضعها متعب جدا، بتعاني، محتاجة لأن ترسموا لهم البسمة بدعمهم مساندتهم، محتاجة انها يتوفر لها كثير من الامور. وفعلا من المشاكل اللي بيعاني منها الكثير من الناس هي بصراحة يعني نتكلم على الهواء، مسألة الكهرباء. الكهرباء يجب ان تحل بصورة دائمة، ليست بصورة مؤقتة. الناس تعبت، والكهرباء بالنسبة للناس هي الطاقة وهي كل شيء. يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع، جهات مسؤولة، الحكومة يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع، ننظر بشكل جدي بهذا الموضوع حتى نحس بالناس. لن نخرج من الموضوع كثير، ولكن هذه أيضا مسألة مهمة بيعاني منها الناس. مشاهدينا الكرام، قلنا أن الفقراء بالموضوع الحلقة تتحدث الأم أنه هي حلفت والله أنه إلى الآن لم تستلم أو لم تشتري مستلزمات شهر رمضان. هذه الحلقة سجلت قبل شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الفضيل، وتحدثت أنها لم تشتري أو لم يشتري الأسرة أي مستلزمات من مستلزمات الغذاء والشراب نعم في شهر رمضان، وربما الراتب ضئيل جدا الذي تستلمه هذه الأسرة، يعني راتب رب الأسرة، الجد أو أب هذه الأسرة، فراتب ضئيل لم تستطع أن توفر له احتياجات البيت ومستلزمات الحياة. المبلغ المالي الذي قدم من قبل مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية ربما غطى من هذا العجز في هذا الشهر الفضيل، وسبحان الله هذا المبلغ الذي قدم لهذه الأسرة وهذه السلة الغذائية ربما أفرحت هذه الأسرة التي ربما كان سيمر عليها شهر رمضان وهي بلا مستلزمات رمضان، بلا غذاء، بلا أي شيء. فجزاهم الله ألف خير، فاعلي الخير من شركة الشوكاني، ونعم، ونتمنى من أهل الخير أن يمدوا مثل هذه الأسر بالكثير أو بالقليل واليسير ليفرحهم في شهر رمضان، في العيد، في أي شهر من هذه الشهور. مشاهدين الكرام، نذكركم أنه بإمكانكم إرسال رسالة نصية بكلمة وسارعوا على الرقم الموضح أسفل الشاشة حتى نتواصل معا، وأحيانا الكلمة الطيبة قد تكون صدقة لأن نخفف عن هؤلاء الأيتام ونفرحهم بمثل هذا الكلام. مشاهدين الكرام، الأسرة، أسرة أم صابر،
أسرة أم صابر التي تعيش اليوم في لحج، وغيرها من أم محمد وأم علي وأم كلها أسر صادفناها خلال الحلقات الماضية، كلها معاناتها معاناة حزينة، كلها معاناة لا يشعر بها إلا من عايشها، ولا يشعر بها إلا القلوب الرحيمة التي تبادر وتقدم الخير. ويعني هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نستوعبها ويجب أن نشعر بها، يجب أن نتأملها قليلا. فهناك قلنا بلا مأوى، وهناك ناس بلا مواد غذائية، أحيانا بيمر شهر رمضان وهم على صدقات أهل الخير، والبعض قد يفطر على ثمرة والماء ويقول الحمد لله. لكن تذكر أنه أنت بتصرف في الأكل، أنت بترمي الأكل وبضيع كثير من الأموال بأشياء بلا فائدة. أنت لو أعطيت جزء من هذا المال لهذه الأسرة أو لأسر تعرفوهم في حيكم في مدينتكم، سيبسط الله لك الرزق وسيقدم لك الكثير وسيجعلك سعيدا سبحان الله. مشاهدين الكرام، ننتظر تواصلكم معنا عبر الهاتف، عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف الموضح أسفل الشاشة. والكثير من الأمور التي هناك كثير من الأسر وهي تستعد للعيد بكل فرح بكل جديد، وخصوصا يبدأ شراء مستلزمات العيد في على بداية رمضان أو نصف رمضان أو نهاية رمضان، وأنت تستعد للعيد بشراء هذه المستلزمات بإفراح أطفالك بإفراح أولادك. يعني ابحث في مدينتك في عن جارك من معه يتيم، من بيحتاج، علك تجد من عطاء أو إعطاء هذا اليتيم الملابس حتى إذا كانت البدلة بألف ريال، كم بيشوفها، كم الفرحة اللي بتفرح هذا الطفل أو هذه الطفلة اليتيمة. فاعتبره ولدك بتشتري له لبس للعيد، والقليل من حاجيات العيد الذي بالإمكان أن توفرها لهذا اليتيم الذي في مدينتك أو قريب من جيرانك، فأنت بهذا الفعل يعني تفعل لنفسك وتقدم نفسك الكثير والكثير. يعني قدمت له هذا الخير فأنت تقدم نفسك أكثر من هذا الشيء. وأنت نعم نعم مشاهدين الكرام، الكثير من الأمور التي تقدمها مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية، قلنا أن المؤسسة تعمل من قبل، ليس فقط من بدء أنه طلعت على الهواء مباشرة أو عبر الإعلام. المؤسسة تعمل من سنوات لتكفل أو كفيلة أيتام، وهناك كثير من الأيتام يحتاجوا إلى كفالة. وأيضا ندعو عبر قناة عدن الفضائية أن تحاول، كان مؤسسات أيضا رسالة موجهة لمؤسسات جمعية تكفل من الأيتام الذي ازداد أعدادهم يفوق الكثير والكثير. نعم، هذه المؤسسة مستمرة في أن تقدم الخير، يعني لن تتوقف على أمر معين أو لن تتوقف شهر رمضان، فهي مستمرة في فعل ودعم الخير. معنا الاتصال من الأخ عبد السلام من صنعاء. مساء الخير عبد السلام. مساء الخير. تفضل عبد السلام. أقول لكم إحنا معانا 3000 معاقين، تمام؟ معاقين؟ أيوة 3000. أيوة. وظروفهم صعبة، الجنازة والظروف والمشاكل وهذا. في صنعاء؟ معاقين أيتام ولا معاقين ويوجد معيلهم؟ معاقين أيتام أب. أيتام. أيتام أب. ثلاثة الأولاد معاقين. معاقين يعني واحد ما يقدرش يمشي خالص. يعني من نفس. يعني معاقين أغفل. من نفس الأسرة؟ من نفس الأسرة والله. يا الله. في صنعاء. أنا قسم طيبة يعني. في صنعاء. الو. ايوه معاكم. ايوه ساكن في صنعاء. ويعني الام تعيش. الام تعيش. ايوه. الام عايشة. وابوهم. ايوه. نعم مات. طيب يا عبد السلام، وانت ايش صلة القرابة؟
لا انا اخوهم انا المعاق الولد. انت معاق؟ ايوه انا الولد. انت الولد الكبير؟ ايوه انا معاق داخل جنب بنات يعني. ها؟ واحد من جنب بنات اللي هو انا ومن جنب بنات باقي ثلاثة. نعم نعم نعم. نسأل الله أن يعافيك يا عبد السلام ويعافي أخواتك، وبيتم تواصل معك، سيتواصل معك يعني سنشوف حل، ستواصل معك مؤسسة شوكاني عبر الكنترول، وبنشوف إن شاء الله في الخير إن شاء الله. ربنا يسخر لك أهل الخير من مؤسسة شوكاني أو من غيرها. شكرا لكم عبد السلام. هناك حالات لا يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى، وشكرا لتواصلك عبد السلام من صنعاء. ثلاثة أطفال، لا يوجد أيتام، لا يوجد معين لهم، وفعلا معاقين من نفس الأسرة، وما تواصل معنا عبر البرنامج إلا وهو في حاجة، وليس عيب أن يتواصل معنا الإنسان وهو بيحتاج مساعدة الناس ومساندة الناس وعطف الناس ورحمتهم، خصوصا الآن الكثير من المناطق أو المحافظات التي ما ليست محررة. وعبد السلام ربما والده لا يوجد لديه راتب أو يستلم راتب، الله أعلم، سأخذ التفاصيل عن طريق الكنترول. نعم مشاهدين الكرام، نتابع الجزء الآخر من هذه الحلقة، وبعدها ننتظر استقبال مكالماتكم عبر الهواء مباشرة. نتابع. طفل يتوب ابعد بالحزن والآه، يشكي ونين الجرح ويقول لا سم، سود الهموم اللي بقلبي توقع، صفحات أمسى من الغم، حال اليتيم اللي همومه تحدى، وجرح الكلام اللي يبدأ تتكلم، رسالة فيها حروف المعاناة وفيها كثير. أم صابر، هذا البيت اللي انتوا عايشين فيه هو ملك مين؟ هذا ملك أبوي، يعني ورث الأخواني ومعي أخت كمان، يعني ثلاثة عيال وأخت وأمي، ودول الجهال مش معهم، يعني مش لهم حاجة فيه بدل البيت. الأيتام ما عندهم مش بيت؟ لا. انتوا جالسينها في هذا البيت مؤقتا؟ أيوة، أنا كمضيوف بس مواجيد هنا. كل هذا وأكثر، فالبيت بدون صيانة، ويكاد الطين المبني به أن يسقط على ساكنيه. ومن حق هؤلاء الأيتام الذين تحوطهم مؤسسة الشوكاني بشيء من الرعاية أن ينعموا ببيت مستقل يجعل من طفولتهم قاعدة انطلاق لبناء مستقبلهم ووطنهم. بالنسبة للأيتام من يكفلهم؟ يكفلهم مؤسسة الشوكاني، اللي هي يعني غدا هي بس اللي بتكفل الأيتام دول. بالنسبة لرمضان أخذتوا أغراض رمضان؟ استعدتوا لرمضان؟ لا والله ولا شيء، ماشي على ما فيش فلوس ولا اشترنا حتى حاجة. خلاص من اليوم إن شاء الله بتشتروا. مؤسسة الشوكاني قدمت لكم 100,000 ريال يمني بمناسبة قدوم رمضان الكريم، إلى جانب سلة غذائية مكونة من دقيق وسكر ورز. وبالنسبة للبيت هناك مشروع قدمته مؤسسة الشوكاني للأيتام. إن شاء الله. للأيتام. مشكورين وجزاكم الله ألف خير، إن شاء الله ربي يعني إن شاء الله. تعيش هذه الأسرة المكونة من أم وثلاثة أبناء ذكور هنا في هذا البيت الذي تعود ملكيته لوالد زوجة المرحوم ميعاد أحمد، كما تعتاش أيضا على راتب ذلك الجد. وتقول الزوجة إنها ليست الوارث الوحيد لراتب أبيها ولا لبيته. ويقول واقع الحال
إن تكافل الأهالي مهما بلغ إلا أن هذا الدور يجب أن تدعمه وتسانده جهود مجتمعية للحفاظ على هذه الروح. أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم وينك يبا ما عدتنا الهمك يبا يبا يا ليت لقلبي تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عرقي مع الدم أبي وأبوي اللي نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام. والدموع التي كانت ستذرفها الأم لولا قطع بعض اللقطات من وضع هذه الأسرة، هذه الدموع كم تساوي عند في وقت تتخالط فيه الحزن مع الفرح. الآن الأسر أو خصوصا الأرامل تريد مأوى يأويها هي وأطفالها، لا تريد الكماليات، لا تريد أي شيء، حتى ولو غرفة واحدة تأوي هذه الأرملة مع أطفالها. صحيح أنه تعيش مع أهلها وبيعيلوها بيساعدوها بيساندوها، لكن مهما كان كمان وضع الأسرة اللي عند أهلها متعب كمان. معنا اتصال، معنا اتصال من حسن، من الأخ حسن عقيل من السعودية. بعقيل ليش ما تسمعوني من التلفون؟ ألو، فصل الخط، زعل. طيب شكرا لاتصالك يا حسن. مشاهدينا الكرام، بالامكانكم ان عند التواصل معنا ان تسمعونا عبر سماعة الهاتف بدلا من تسمعونا من الهاتف. لا بتقدروا توصلوا رسالتكم ولا بقدر انا اوصل رسالتي وكلامي. مشاهدينا الكرام، قلنا فعلا الناس اصبحت في بلادنا ما تشتيش الكماليات، ما تشتي الأشياء المغرية أو الأشياء الكبيرة، تحتاج إلى الأساسيات، مأوى، حتى إذا كان إيجار، إذا تكفل أي أحد بإيجار لهذه الأسرة بقليل من الريالات. هناك غرف حتى ب20,000 ريال، ما يتجاوز 200 ريال سعودي. هذه الأسرة التي بتعاني وبتناضل، وأسرة أرملة بتصبر صابرة على وقع أطفالها، بتقول إنه صحيح إنه أنا عايشة ببيت أهلي، لكن هناك أيضا كثير من المستلزمات اللي كان الأب بيعطي لأطفاله وهكذا، وتعرفوا. نعم نعم نعم. وتواصلنا مع الأخ حسن بعقيل من السعودية، سيتواصل، أحب أن يتواصل معنا عبر الكنترول ليس على الهواء مباشرة. نعم، السلام عليكم. نعم، معنا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير وشهر كريم إن شاء الله. الله يمسيك بألف خير، كل عام أنت بخير. كل سنة وأنتم طيبين، والله يكون في عونكم، وشكرا على برنامجكم هذا مقدس، يعني هذا شيء واجب على كل إنسان. لا شكر على واجب، وشكرا لتواصلكم معنا. ما حب يحط اسمه؟ لا لا، بس قولي فعل خير بس. نعم نعم، أوكي. شوف أنت تواصلي مع الأسرة دي، أنا ممكن يعني تكفل لهم بأجار بيت كذا، غرفة غرفتين. نعم طيب،
طيب. أرسل لهم كل شهر على طول. جزاكم الله ألف خير وربنا ربنا يلاقي إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يجعل هذا الأجر في ميزان حسناتك وفعلا يعني فعلا نشعر بفرحة عندما يتواصل معنا مثل فعلي هؤلاء فعلي الخير. هذا واجب واجب وطني واجب ومع الأيتام والناس في نكته ربنا يكون في العون بس بإذن الله. ربنا يخفف آلام كل حزين وكل أرملة وكل فقير. آمين آمين آمين. شكرا. نعم شكرا لكم. شكرا لكم على جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله. شكرا لتواصلكم معنا. عموما تتواصلوا معهم وشوفوا إيجار الغرفة وغرفتين كذا بكم. أنا في بعض الحاجات تألم الشخص والله. صحيح والله من قد فعلا. شكرا لكم. شكرا معنا جميع المسلمين. اللهم آمين. شكرا لكم جزيل الشكر. شكرا لفاعل الخير وشكرا يعني شكرا لكل من يتقدم بهذا الأجر وبهذا العطاء. هو قال يريد أن يتواصل مع هذه الأسرة أو يتكفل ب يعني إيجار لسكن يأويهم هي وأطفالها، لأنه مهما كان قلت مهما هي عايشة عند أهلها الأهل بيحتووها بيساندوها بيساعدوها، لكن يظل الاستقرار شيء ثاني. الاستقرار شيء ثاني. أطفالها بيريدوا يدرسوا في جو هذا، بيناموا في جو هذا، في جو مناسب، وخصوصا أنه البيت الذي تقطن فيه الأسرة أو تعيش فيه الأسرة مبني من الطين وتأثر بسبب تداعيات الحرب. الأشراخ كانت موضحة في الصورة، ونسأل الله السلامة لهم ولكل من يعاني من مثل هذه الحالات، لكل من لا يجد سكن يأويه، لكل من لا يجد من يسنده. من خلال هذا البرنامج ليس فقط نريد المساندة بس من فاعلية الخير بأنه يلا تسند هذه الأسرة أو تسند فلان أو ما إلى ذلك، لا، انتهى البرنامج. انتهى البرنامج، يبقى التكافل والتراحم والتعاون، إسعاد الناس، السؤال على حالهم. وقلنا انه ايا كان جارك، اي احد يسكن في مدينتك في قريب منك، بالامكان ان تساعده حتى بالقليل. بالتراحم والتكافل يبقى التواصل، يبقى الوضع يتغير سبحان الله، يكون في رحمة من الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال من علي عائض، الاخ علي عائض من السعودية. مساء الخير علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله علي، تفضل. والله نشكر يعني تعاملكم مع الأيتام. ما تجلس تسمعني عبر الشاشة ولا عبر الهاتف؟ لا لا عبر الهاتف. بس أنا أسمع صوتي على التلفاز. أنا هذا التلفزيون شغال، أنا الآن طفيته. نعم نعم، أحسن أنك طفيته يا علي حتى تقدر تسمعني وأقدر أسمعك. أيوة والله نشكر تواصلكم يعني تضافركم مع اليتامى والمساكين أهلا وسهلا. نعم نعم علي. الله سبحانه. علي انت 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 يمني علي؟ انا يمني. نعم. موجود الان انا معي ابناء اخوالي في اليمن، والله لا يملكون شيء. نعم. فين في اليمن؟ ها؟ فين جالسين؟ فين جالسين؟ والله انا ريف الحديدة. في الحديدة، صح والله وضع الحديدة مرة متعب. والله العظيم الآن الوباء الكوليرا منتشر، ونسأل الله العافية والستر. الله يخفف من معاناتهم وأحزانهم ويستر حالهم يا رب، ويسخر لهم أهل الخير وأهل العطاء. أكيد يا علي أكيد أنت بتساعدهم. أنا والله يمني أنا أستاذ ولي. ها؟ أنا أستاذ اليومية. إيه أنت تشقى باليومية، صحيح. يعني تمدهم حتى بالقليل. والله انا
ما نقصر معاهم، لكن نقول يعني لو يبقى الوضع يبقى الوضع صعب حتى لو ما تقصر معاهم. والله يبقى الوضع صعب، والكل يعلم وداري بأن اليتامى يعني حالهم صعب مرة. نعم، يعني أيتام فقدوا معيلهم في الحرب ولا من قبل؟ لا لا في الحرب. لا إله إلا الله سبحانه، إيش نسوي طيب؟ سبحانه وتعالى. وبعدين أم ولديها يمكن ثمان بنات وستة رجال. ما شاء الله، رجال كبار قدهم. الرجال كبار، لكن أنا قصدي على الأيتام الصغار. الأيتام الصغار. الأيتام الصغار أي أيتام؟ يعني الذي لم يبلغ الحلم. إلا في يوم اثنين كبيرين، لكن في اليمن قاعدين ما في أي مدخل أو أي حاجة. صحيح. شكرا لتواصلك يا علي، بتواصل معك بالكنترول، نسأل الله أن يسخر لك الخير أينما كان. شكرا لتواصلكم معنا، شكرا لكل من تواصل معنا في هذه الحلقة ولمن تواصلوا معنا في الحلقات الماضية، شكرا لفاعلي الخير. بإذن الله ربما حلقة الغد أو بعد غد سيكون لنا أيضا تواصل آخر، سيكون هناك أيضا دور كبير لمن قدموا خلال العشرة الأيام الأولى من دعم خير ومساعدات مالية أو عينية لهؤلاء الأيتام. وفعلا يجب أن في الأخير أن يكون أو نتذكر أن الله سبحانه وتعالى مد الأغنياء ومد من له رزق واسع أن يمد الفقراء والمحتاجين على الأقل في هذا الشهر الفضيل الذي سينال من خلال هذا الأجر الدعم أو من هذا الدعم الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يستر حالنا ويسخر لكل المحتاجين والأيتام والفقراء ما يحتاجونه في أساسيات الحياة حتى يقدروا يعيشوا بسلام بأمان باستقرار. ألتقيكم في الحلقة القادمة على خير بإذن الله، وبلادنا بألف صحة وعافية، بلادنا خالية من الأمراض، بلادنا في معيشة وفي رخاء وفي سعادة وفي أمن واستقرار. إلى اللقاء. لكن صدى يما بصوتي ثلاثا، أنا اليتيم اللي تعنى بدنيا لعام على أيام والقلب مهتم، وينك يبا ما عدتنا الهمك و يبا يا ليت لك قلبي يفهم تدري بهذا الحال والحال ما قسى ما بين حزن في عرقي مع الدم. أبي وأخوي اللي من الناس هو، وأبي بعد خالي وأبي لي بعد عم، ما لي سواه بالصبر بأخذ من زاد